سبق أن بعض الإخوة أعطانا سؤالا أو وجه إلينا شعرا يقول: إن قلبي قد تشرد بالمعاصي وتكبل، من يفك القيد منه ويداوي ما تعطل. أين فأجبني يا فلان عن سؤالي وتفضل. نحن أجبنا بالشعر وإن كنا لسنا الشعراء. يقول: أيها الجدي أبشر. الجدي لأنه يقول أنه من جدة. أيها الجدي أبشر بجواب لا يعطل من فقير ذي افتقار لغني ذي تفضل. إن قلبا بالمعاصي مشرب وقد تكبل، داؤه داء عظيم، طبه يعي ويثقل، وشفاه في كتاب من إله قد تنزل، ردفه هدي نبي، فالتزم إن كنت تعقل، مستعينا بعظيم يقبل التوبة ويجمل.